شوف شو نقول لك، صارت غربله، قاعدين نبنيو في فريق جديد، دونك ثم جوارات ظاهره اللي هي قدرة ربي باش تعطي معناتها مردود طيب، ثم جوارات مازلنا نستناو منها برشا. الحق نتاع ربي حتى لتوا وسط الميدان هو اللي ماهوش حسب ما نشوف بعد خروج معناتها كوليبالي وشكشوكه، هو اللي نشوفه معناتها ما يطمنش هجوميا ودفاعيا. الترجي نتصور في حاله جيده. انا مانيش فاهم علاش مثال جبناه وعلاش يغادر ومارو مازال ما عطاش. عندنا شبان معناتها باهين في وسط الميدان، اسكو هما معناتها اللي باش نلانسيوهم ولا لا؟ دونك هذاك هو السؤال. فورماسيون والتشكيله نتاع وسط الميدان هي المشكل حاليا دفاعيا وهجوميا. حتى الاسماء اللي جبناهم نتصور باش تقدم الاضافه ومردو طيب، لكن وسط الميدان هو المعضله حاليا في الاسبيرونس. والله انا واحد من الناس يعني كاسماء في حراسه المرمى بن شريفيه نتصور يزي، الدبشي مردود عمناول كارثي وتسبب معناتها في برشا خسائر، هجوميا بن حموده الله غالب ما نتصورش مازال عنده بلاصه معناتها ما نعرفش اسكو كونفيرمي خرج ولا لا. ثم زاده اللي جبناه من سليمان نسيت الاسم، كفاوي كيف كيف. بالنسبه لزياد بريمه ولا واحد نتصور تعطيهم فرصه معناتها في الماتشات هذوما مازالت مادام دوبي سيزون واحد وكل شيء. اذا زاد ما عطاوش مردود نتصور يمشيوا اعاره ولا حاجه، معناتها يربحوا ماتشات في ساقيهم ومن بعد يرجعوا يكون خير. معناتها لازم تكون جيستيون تاع ليفيكتيف خير بياسر معناتها. شكرا. تعمل كيف الحمد لله معناتها في الكونديسيون اكتويل ايكونوميك، جمهور ما فماش، نقل تلفزي ما فماش، عقوبات وكذا، الحمد لله هذاك هي هذاك القانون تاع الجمعيه هذاك يحكم فيك، ما عندكش حاجه. الحمد لله الاسبيرونس عندها شكون يصرف عليها، ان شاء الله تطور الريزلتات تبعها. بالمونتاليتي نتاع تونس كي مش متكون على قاعده، كي تجري في يديه الفلوس تبيعته تتبدل، يستسهل المريول يرزن عليه كهو، هذيك هي. دونك اللي انا بالنسبه لي غلطي خلص، اللي مش في قد انتظارات الجمهور كرويا واخلاقيا وخارج الميدان يخرج على روحهم. الاسبيرونس تقف على حد، احنا جولتنا اكبر منه ما وقفتش عليهم. دونك هذيك هي. تو واحد لبس مريول باش تسمي، مي لاريير غوش نتاعنا تعب، لاريير دروا نتاعنا تعب، عندنا برشا، عندنا تاكون نستناو منه برشا برشا سنين كيما جوي مازال. ان شاء الله اليوم سمعت بي تيتولير، ان شاء الله اليوم تبدا ديبار جديد. فما جوريت اللي عادي لك عام عامين ما عطيش البلوس، تسلفوا فماش يعمل نوفو ديبار، ولا خويا يخرج على روح كهو. والله بالنسبه للميركاتو نحن نحكيو ما تنجمش تحكم عليها من الاول. صحيح خذيت احسن ما ثم في السوق في تونس من الانتدابات، اللاعبين الكل ممتازين خذيتهم. بالنسبه للتاقلم والاندماج نتاعهم التيران والبطوله الشامبيونه هي اللي باش تورينا اللي هما ناجحين ولا لا. بطولة عربية ثم الأداء نتاع شرارة، تحس ثم تحسن في اللياقة البدنية نتاعو، في اللمسة الفنية نتاعو، تحسوا جوار عنده توش باهية. بالنسبة للتقاوم اسمه بوقرة أول ماتش ما تنجمش تحكم عليهم من ماتش ولا من 90 دقيقة ولا من 45 دقيقة، ما تنجمش تحكم عليه الجوار إلا ما يلعب معاك باش نجم تعرفوا هو باهي لا، هل ينجح ما ينجحش. وديما مريول اسبيرونس رزين، مش سهل باش يتأقلم من الماتش الأول الجوار ولا من الماتش الثاني، حبلوا شوية وقت باش بيصير الانتجراسيون في الجمعيه، باش ياخذ ثقه في روحه، باش معناتها يوري الامكانيات نتاع اللاعبين هذوما. ما عنديش حتى فكره على الخروج نتاع هل صحيح ولا مش صحيح، لكن مش في وقته. معتز زاده مش عنده، ما عندوش برشا من اللي جا للتراجي، صبرنا على جوارات في التراجي عندهم برشا مشاكل وبرشا واحد صبرنا عليها مع وهم وسنين. فهمتني؟ وتوا ولا بالاربع سنين بثلاث سنين، ومعتز زاده ما عندوش عام، حتى كان غلط ولا كان ثم حاجه ولا حاجه، حاولوا رجعوه للسكه وحاولوا خليوه معناتها يعطيوه فرصه اخرى باش يوري امكانياته ويجور به، ان شاء الله ينجح في التراجع. راهي عامله قائمه بالواجب. الحقيقه توا الجواريات براتيكمون الاستراتيجيه احسن جواريات توا في الشامبيونا اللي كونفيرمي براتيكمون الكل جبناهم. قابا الانتجراسيون نتاعهم معنا ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب. كاو لي زيترونجي مازال ما عندناش عليهم فكره كبيره، حتى اليوم هذول مش في اللعبه البرازيليان بن ساس. كاو سينو غروسو مودو افكتيف تاو بي محترم على الاخر، تبقى يوقع بعد الاوتوماتيزم ما بيناتهم ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب. الترجي مريول رزين، مريول الاسبيرونس، اي واحد ما يعطيش البلوس ما عندوش بلاصه في الاسبيرونس. هذوما تو نحكيو على العميم والزاديه ما عندهم عام وعامين في الاسبيرونس، وما تو حتى ما عندهم حتى فالور اجوتي وما عندهم حتى بلوس في الترج. واللي ما يعطيش البلوس في الاسبيرونس يمشي يشوف جمعيه. الاسبيرونس ما تصبرش، يمشي يشوف جمعيه على روحه. كاو قلت لك مريول اسبيرونس بطبيعته رزين، معناتها من اصعب الحاجات تنجم تكون كوارجي، واما تلبس مريول الترجي الانتجراسيون والرزم تاع مريول اسبيرونس هذاك ديجا تحطوها ابار. كاو سينو من بعد اللي باش يعطي البلوس مرحبا به، واللي ما عندهمش باش يعطي البلوس يمشي في جمعي تو سامبلومون.
والله يكفي غاسة الميدان هو اللي يحكم معناها، ماهوش باش يخلينا توا نحكموا عليه. فما ديزيترونجي مازالوا ما نعرفوهمش معناها، مازلنا ما ريناهمش، دونك نشوفوهم بشوي بشوي ان شاء الله ان شاء الله تنجح. سكي سير ماهوش باش يكون كما عمناول معناها، خاطر عمناول الحقيقه معناها فان تيكل و معناها ماهوش باش يكون كما عمناول اكيد. والله شويه شويه، كما مثلا اومارو كان في البيميتون الاولاني في البارتي الاولى بليتو معناها كان في بوست، ردوا في دوزيام بارتي معناها البارتي الثانيه والثالثه في بوست اخر ما مشاش هكريتو معناها. ماذا بينا كل جوار يتحط في البوست نتاعو معناها، خاطر عانينا معناها اونتر بارونتيز من التفلسيف نتاع اونترونور معناها، اللي بدل لك هذا يحط لك هذا وما يعطيش البلوس، وبالعكس يدخل في انغروناج مع الجمهور اللي ما عادش معناها ما عادش يسامحوا في اي حتى غلطه معناها. بون حكايه غيلان هذيك ابار الحقيقه، توا ماناش فاهمين شنو اللي صاير بالضبط معاه، اسكو باش يجدد مش باش يجدد، الحقيقه ما نحكموش على حكايه غيلان. بالنسبه لعمام وبوغرين ومعتز صدام، كل واحد والحاله نتاعو. توا هاني عمامو لعب بارتيات ترجي ما تستناش، لعب ثلاثه ولا اربع بارتيات معناها كل شيء، سواء كارون بلاسون ولا تيتولير نورمالمون تفك بلاستيك، ما فكيتش سي بون. انا واحد من الناس معناها سي بون عمامو ديجا نسيتو. معتز صدام الحقيقة حتى كي كور معناها معانا عمناول ولعب بارتيات تيتولير ما عطاش البلوس اللي احنا نستناو فيه وقت اللي على حد على حسب اللي هو ما جاي معناها واللي فرحانين به اللي هو جاي معانا، وزيد فما انديسيبلين كبيرة. بالنسبة للبوغرين الحقيقة تشوف الفيديوهات يوتيوب حاجة، وكي جاي معانا معناها ما كثرش معناها عام كامل كل بارتي وبعد ما عادش، والترجي ما تستناش راه هذوما هو الحقيقة. ترجي ديما دولة، أما راهو وفما تواصل أصلا ما فماش مالوريزمون معناها، معناها الخبر ما نعرفوه قريب يولي بالمعارف معناها، ما فما مشكل كبير معناها في التواصل الإعلامي وفي الإعلام في الترجي معناها، روتار كبير تخلي ضبابية كبيرة معناها في الخبر وفي الحكاية باش تخرج الإشاعات. توا مثلا غيلان أوكي فهمنا شنو الضربة، أما ما فهمناها كان بعد وباقي ديما ناقصة دي ديتاي. وحتى وقت اللي معناها بيعملوا في النيغوسياسيون وكل شيء ما فهمناش اسكو شكون غلط شكون صحيح شكون اسكو هو برشا اسكو احنا شنو قلنا شنو اللي صار. هكريتها موزايك تتكلم، يا فهم تتكلم، ديوان تتكلم، وصحيح وينه، وكل واحدة تقول في حاجة معناها على حسب ما نتبعوهم هما شنو يقولوا. الإدارة متاعنا ما تلفتتش الغيلان اللي انا متاكد ليه هو سيبا لوكا، مي اعطيونا الصحيح شنو اللي باش يصير ان شاء الله. هو قالوا هشام الخلصي موجود، اكيد انا متاكد هشام الخلصي ساعه يقعد ما ولدنا، خبره كبيره تبارك الله، حتى حد ما ينجم يشكك في الخبره نتاعو وكل شيء. اكيد باش تتبدل كل شيء معناها في الاعلام ان شاء الله، انا نشوفوها مخير من قبل يكونوا يقدموا الاضافه في السيزون هذا، خاطر السيزون اللي فاتك شفت معني صارت برشا دي بلاسور، صارت برشا حاجات، ان شاء الله السيزون هذا يتصلح اللي صار العام اللي فات، وان شاء الله سيزون مزيان على الترجي، وان شاء الله زينه وكالعاده تيتروات كالعاده. الموضوع هذا ما نجمش نحكي فيه برشا، فما دي جوار يعني ما عطاوش البلوس سورتو السيزون اللي فات، صبرنا عليهم برشا، اما الموضوع هذا بيد يعني الكوتش بيد الاداره، وهذه امور انترن ما نجموش احنا كجمهور نعطيو فيها كلمه كبيره، هذه ترجع للاداره. ان شاء الله اللي عطاه مردود خايب السيزون اللي فات يحاول يتصلح، وان شاء الله جدد يعملوا اضافه وعلى ربي معناها هذاك هو. سؤالك صحيح الخروج نتاعهم ما نقولكش باش ياثر يعني برشا، ما فما يعني لي ريكوتمون اللي صاروا ممكن يعطيو البلوس، ممكن ينجموا يعوضوهم، ممكن ينجموا يكونوا خير منهم، واللي افكتيف اللي عندنا تو السيزون هذا بقدره ربي يعني موجود افكتيف باهي بقدره ربي، ما نخافوش عليها الترجي ان شاء الله. مازالت فما شويه ثقه، اما شويه ماهيش برشا، خاطر تعرف انت لجمهور الترجي ما يصبرش برشا، ديما لازم لي فيكتوار لي تيتر. ان شاء الله ان شاء الله ديبيوت سيزون تكون باهيه على الوجهات الكل، ان شاء الله فما كان خير يا ربي. شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.